ترك الجامعة وترك لبنان ولحق حلمه. هلا هي ما كانت سهلة الوصلة على تايلاند يعني هو ليش تركت يوسف وغانم ونقلت على الفاتك؟ ممكن حدا ما عنده دعم ويطلع يعيش من الفايتات؟ وين بتلاقي حالك بعد 5 سنين؟ إن شاء الله قبل مع الوان تشامبينشيب كي وان أو مواي تاي. نستهون بالشباب اللبناني؟ لا مش محمود غندور. أي جولة؟ أوف، ليش ولا مرة استلمت الحزام؟ معقول يسكروا اللوبيني دايما يعني. أحد الساعة 9 المساء بتوقيت لبنان، خالد فادي طراق على اليوتيوب.